احنا نبح ما دخلنا قروش الا بمباراتنا ضد بولندا وباقي مباريات هشين ذباب. الحين مباراه المكسيك ضد الارجنتين ولا حد انجانا وراك توش. طيب هد هد خلاص باقي لنا مباراه قدام المكسيك من الحين لين مباراه المكسيك باقي 5 ايام ورانا مصاريف ايجار المتان والشاشه تدرون بس نقفل ازيال لنا. والله انه صادق يا اخي مباراتنا الجايه مع المكسيك وبصراحه انا اخاف نخسر المباراه نص لعيبتنا مصابين. شو انت جايبه غدا؟ لا الحمد لله متغدي. انا تغدين انتم؟ ايه الحمد لله يعني. كلنا متغدين غدا. الماتش ديال المغرب مع بلجيكا داكشي اللي جبت هاد الرايات هادو باش نعطيهم الكفته باش نديرهم في المبيعات. هي ولا ما بي الا هي سلامات فجاه كذا طرطني المغربي شو السالفه؟ يوه نسيت ما علمتكم امي مغربيه. اي وترى اعلنت للمشروع في جروبات خوالي يعني بكره الحضور من الاخر. اجل مهنة تقفيل ديما ديما مغرب. سلامات عرس ذا. المنتخب اللي يرفع الراس فازوا على بلجيكا واكتبوها كتب والعبض مزيان مزيان بالزعب. خير يا ابو عامر اشوفك متحمس المنتخب المغرب بزياده. ابلش يابا فرحه العرب فرحتنا كلنا ولا لا يا نو؟ صح صح اتفق معك. اقول قوم اجيب الشاهي قومي ان شاء الله.